صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا مخاب من تمسك بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سعادتي فنفوز فوزا عظيما إن شاء الله. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. على محبة سيدنا ومولانا وقائد مسيرتنا الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه وشمولنا بخفي ألطافه، صلوا على محمد وآل محمد بأعلى أصواتكم. الآية الكريمة تناولت مجموعة من الصفات التي اتصفت بها الثل المؤمن المجاهد المقاومة التي رافقت النبي صلى الله عليه وآله وشاركته في بناء الإسلام، اتصفوا بمجموعة من الصفات قبضوا بها على ناصية العالم. طبعا في جملة ما تحدثنا به في الليالي الماضية تحدثنا عن التمحيص وعن الاختبار وعن الآية الكريمة في هذه الليلة تتطرق إلى مجموعة من السمات الخارجية والسمات النفسية التي ينبغي على المؤمنين أن يتقيدوا بها أو يأتوا بها، وخاصة هؤلاء الذين يحملون علم الجهاد، على اعتبار أن الجهاد هو باب فتحه الله لخاصة أوليائه، فيفترض هؤلاء الذين يحملون أرواحهم على أكفهم ويجاهدون في سبيل الله ويقارعون الظلم ويقدمون أنفسهم بأي لحظة يتقدم فيها المقاتل بين يدي إمامه، بين يدي النبي، بين يدي المرجع العادل، بأي لحظة يستشهد ويذهب إلى الجنة، يكون عنده هذه الصفات وخصائص يتميز بها تختلف عن الخصائص العادية عند الناس العاديين. طبعا الآية المباركة فيها ما فيها من المعاني القيمية والأخلاقية والسلوكية، وأيضا يذكرون إلها بعض المفسرين سبب من أسباب النزول في مطلعها المبارك. خلينا أعطيك صورة عامة عن جو الآية وبعدين نجي نتوقف عند مفاصلها. أولا الآية الكريمة شهدت لرسول الله بالرسالة والسيجين ليش، قالت محمد رسول الله. زين، هذا أولا. ثم انتقلت لتوضيح هذه الصفات والذين معه. هسه هذول الذين معه كلهم يعني كل من كان مع رسول الله أو لا اللي راح يتصفون بهذه الصفات؟
أكيد مقيدة، هذه المعية مقيدة. وهسيجينا إن شاء الله تعالى في الليالي القادمة بإذن الله تفصيل أو شيء من التفصيل عن طبيعة المجتمع النبوي اللي كان بزمن رسول الله صلى الله عليه وآله. لأن ترى هذه النظرية التي تقول بعدالة جميع الصحابة بل بعصمة كل من ولد في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يقول بها عاقل مستوى الإيمان أو مستوى العقل أو الفكر، ما يصير. إحنا ما يصير كل واحد بزمن النبي هو مقدس، ما يصير. في ناس بعدين أجرموا، في ناس سفكوا الدماء، في ناس انتهكوا الأعراض، في ناس كذبوا على رسول الله. يعني هذا سمرة ابن جندب دخل على معاوية، سمرة ابن جندب دخل على معاوية، معاوية قال له تفضل هاي 100,000 واطلع اروي رواية كاذبة على أنه النبي صلى الله عليه وآله قال أن هذه الآية ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام نزلت بعلي بن أبي طالب، قال له 100 قليلة، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله نزلت بقاتله، قال له 200 يمشي، قال له لا هم قليلة، 300، قال له 300 يمشي. طلع على المنبر قال لهم أنا سمعت النبي يقول هاي الآية نزلت بحق علي وهاي الآية نزلت بقاتله. طيب هذا أنا الصحابي أقيم أحترمه يعني هذا إذا أمر عليه والله شنو لأنه شايف النبي على أساس؟ ما يصير. القرآن الكريم يقول إن جاءكم فاسق بنبأ، هذا الفاسق منه؟ كان واحد من الصحابة هذا الفاسق، القرآن الكريم طلع أطلق عليه أنه فاسق. وسيجينا في الليلة القادمة إن شاء الله وأن من أهل المدينة مردوا على النفاق، ناسكم منافقين. زين، إذن هؤلاء الذين معه صفات تميزوا بها، شنو صفاتهم؟ أول صفة من صفاتهم أشداء على الكفار، يتميزون بالصرامة، يتميزون بالغلظة على أعدائهم، لأنهم أحيانا يكونون وفق محيط يتطلب هذا الأمر، يكونون في حالة من الحرب يتطلب هذا الأمر. المجاهد يكون قلبه قوي، لا تأخذه في الله لومة لائم، شديد في ذات الله، سيجينا إن شاء الله. بعد مع شدتهم هؤلاء النمط من المجاهدين على الرغم من شدتهم الشديدة في مجالدة الأعداء لكن يتميزون بخصائص أخرى. شنو هاي خصيصتهم الأولى؟ رحماء بينهم، بتآلفهم، بتحابهم، بإيثارهم، بتراحمهم، كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى. وفوق هذا التراحم عندهم أنماط سلوكية رائعة، تراهم ركعا سجدا، ديدنهم، عباداتهم، صلواتهم، التزامهم بأوقات الصلوات، تراهم ركعا سجدا، من أروع صور المجاهدين، من أروع أخلاق المجاهدين. القرآن الكريم جاء يخلي إيدي عليها، تراهم ركعا سجدا. وهذه صلاتهم وعبادتهم وقتالهم، مو حتى الناس تقول عنهم يصلون، مو حتى الناس تقول عنهم والله أوادم هذول خوش يقاتلون، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هذا هو هدفهم. وسيما عدهم، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هسه هذا السيما شنو؟ الأثر الواضح لو شيء آخر، لو هو نور يلقيه الله تبارك وتعالى على وجوههم، هسه راح يجينا إن شاء الله تعالى. هذا الجو العام للآية تنطيني هذه المعاني التي سنقف عليها وسنقف عندها إن شاء الله. في مطلع الآية المباركة شهادة من رب العزة إلى محمد صلى الله عليه وآله، قال محمد رسول الله. يقولون هذه نزلت ردا على الجلسة اللي صارت مع النبي في صلح الحديبية مع سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو طبعا هذا شوي بها أرد أشير لها شوية وأوقف عندها شوية لأنه فيها قضية عقدية تهمنا إحنا الجماعة. مرة واحد يناقشك إخواني الأعزاء، خلوا بالكم عندي، مرة واحد يناقشك حتى يتعرف على الحق، يريد يعرف الحق، فإذا عرف نفسه هو على باطل يترك الباطل ويجي للحق. ومرة من قبيل شنو جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني هو باطن يعرف علي بن أبي طالب هو حق يتحرك على الأرض ولكن يريد يدور على فد شيء
ولو من بعيد. الآن في مواقع التواصل الاجتماعي أو في مواقع العقدية اللي يصير فيها نقاشات يروحون يبحثون بالسيرة بالكت يلقون شيء عن علي بن أبي طالب، واحد من المساكين، ولا والله كثرة مو واحد، يجون لهاي الحادثة يريدون يحاولون يخلون يعلقون فرد شيء يتهمون فيه الإمام علي عليه السلام. سهيل بن عمرو، شوي خلي بالك عندي حتى نعرف شنو الشبهة ونعرف شلون نجاوب عليها. سهيل بن عمرو اجا مفاوض للنبي صلى الله عليه وآله في صلح الحديبية، اتفق ويا النبي صلى الله عليه وآله واجا ولكتب الكتاب، يعني يكتبون كتاب الصلح. من هو الكاتب؟ علي عليه السلام، الإمام علي هو الكاتب. وإن كان هذا واحد يقول سألت الزهري، يقول سألت الزهري قلت له من الذي كتب كتاب الصلح؟ يقول تبسم الزهري قال الذي كتبه علي، ولكن لو سألت هؤلاء لقالوا أنه فلان. يسأل بني أمية، حتى هي هذا رادوا يشيلونها بعضهم على العموم. فرسول الله التفت إلى علي عليه السلام قال اكتب يا علي هذا بسم الله الرحمن الرحيم. وقف له سهيل بن عمرو قال له لحظة، من هو هذا الرحمن؟ أنا ما أعرف هذا الرحمن الرحيم أنت جاي تسميه. اكتب باسمك اللهم. قال له زين اكتب باسمك اللهم، هذا ما تصالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله مع سهيل بن عمرو. سهيل قال له اعتراض ثاني، لحظة أنا لو أعتقد بك أنت رسول الله أنا ما أقاتلك، أنا ما مقتنع أنه أنت رسول الله، ولذلك إحنا جايين نتفاوض وياك. اكتب هذا ما تصالح عليه محمد بن عبد الله مع سهيل بن عمرو، هيك يكون أفضل. طبعا الرواية ينقلها البخاري وينقلها الواقدي وينقلها النسائي، ولكن بنقل يختلف، سيجينا إن شاء الله تعالى. الرواية الموجودة أيضا من جملة الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله التفت إلى علي قال يا علي امحوها، هاي لفظة رسول الله شيلها. علي التفت إلى النبي، مو كل الروايات تشير إلى ذلك، بعض الروايات التفت إلى النبي قال يا رسول الله إن يدي لا تنطلق إلى ذلك، يعني صعب علي يعني شلون أمحو اسم رسول الله. قال أما أن لك مثلها وأنت مضطهد، راح يجيك يوم وتضطرهم تمسح إمرة المؤمنين من اسمك، اعطيني الكتاب أنا مسحها، مسحها النبي صلى الله عليه وسلم. خب هسه هذه الحادثة على براءتها على فرض وقوعها بهذا الشكل، خب ما فيها شيء، والشكل السرخسي يقول لا علي خالف النص، اجتهاد مقابل النص، رسول الله قال له امحوها وعلي امتنع، إذن هذه معصية خلاص، بعد لا تقولون معصوم. طبعا للإنصاف مو كلهم هالشكل يقولون، يعني إذا تجي أنت مثلا للقسطلاني للنووي يقولون هذا من أدب علي بن أبي طالب، لأنه الإمام كان عنده أدب عالي، فيقول أنا ما أقدر أتجاسر يا رسول الله، يعني أمسح كلمة رسول الله بإيدي وأنا كتبتها يعني ما. فالنبي راعى ذلك وتولى محو هذه الكلمة بنفسه، ولو أن علي ارتكب معصية لا سمح الله وحاشا وكلا، لو لنهاه النبي لزجره، أما يترك على هذا الوضع وهذا الحالة من التقرير معناها الإمام ما ارتكب خطأ. هذا كلام القسطلاني وكلام النووي. زين الحادثة هذه يثيرونها وهسه جاي همني يعربدون بها ويسولفون فيها وكذا، طبعا ردود مو من هسه القضية أثيرت يعني، ولكن قلت لك أكو ناس تنبش بالتراث حتى تحاول بلكة تتحصل شيء، وإلا السيد علم الهدى رضوان الله تعالى عليه أجاب عن هذه عن توجيه هذه المسألة. لكن بغض النظر عن توجيه هذه المسألة، يعني إحنا قبل أن نجي إلى توجيه هذه المسألة ونوجهها أنه هذه هل هي من الأدب، هل هي مخالفة، هل هي لا، أصل وقوع الحادثة خلنا نناقش بأصل وقوعها. يعني العلامة جعفر مرتضى العاملي حفظه الله أدعو له مريض نسأل الله له الشفاء بحق ليالي شهر رمضان، إنسان عالم وله فضل واقعا، السيد حفظه الله يقول إحنا خلينا نناقش على أصل ورود هذه المسألة. يعني إذا نجي للروايات التي نقلت هذه الحادثة نجدها على أقسام. خلوا بالكم عندي إخواني إحنا في تعبئة، إحنا خلنا نعرف شلون ندافع عن عقائدنا، مو بس إحنا نعرف إنه بعض يتهموننا أنتم تسبون وتشتمون، هي قضية مو قضية سب وشتم، لا إحنا ناس أهل دليل، التفتوا جيدا.
أولا الروايات انقسمت إلى ثلاثة أقسام. قسم سكت عن كلمة، سكت عن من هو الكاتب خالص، هذه الكلمات اللي نقلتها الروايات الأخرى مسكوت عنها في هذا النمط من الروايات. هذه الروايات خاصة المنقولة عن مسور بن مخرمة ومنقولة عن مروان بن الحكم، بعد هذا علي بن أبي طالب موجود شلون يجيب له ذكر؟ وانت تخيل لو كان أكو عيب بالمسألة، يعني ممكن أنه يخليها مروان بن الحكم إذا ما يقتنصها فرصة؟ يعني إضافة إلى أنه إذا أريد نناقش هذه المسألة هسه احنا راح يجينا إن شاء الله تعالى ورودها بثلاث طرق، لكن النصوص الواردة عن الإمام علي عليه السلام اللي ما حد كان يعترض عليها لما كان يتكلمها، يعني يوم من الأيام الإمام علي عليه السلام وقف قال لقد علم المستحفظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنني لم أرد على الله وعلى رسوله ساعة قط. ما حد قام لو قال لا مثلا أنت بالحديبية هالشكل سويت، يعني القضية مفروغ من عندها. ثم اللي كتبوا بسيرة الإمام علي عليه السلام كل من كتب في سيرة أمير المؤمنين يلفتهم مقدار الانضباط العالي لأوامر رسول الله من قبل هذا العظيم. هو الإمام علي لما كان يتحدث عن النبي يقول أنا عبد من عبيدي محمد، إخواني تصورون بواقعة خيبر، بواقعة خيبر لما النبي صلى الله عليه وآله أرسل فلانا ورجع يجبن أصحابه ويجبنونه ودز الثاني ونفس الشيء، بعدين جاب الإمام علي عليه السلام ومسح على عينيه وانطار راية وقال له يا علي اذهب لقتالهم ولا تلتفت حتى يفتح الله على يديك. يقولون الإمام علي مشى شوية وقف، خب هو معناه لا تلتفت شنو معناه؟ معناه لا تشرد، يعني لا تهرب مثل ما صنع زيد وعمر مثلا، هو يعرف من هو الإمام علي. لكن شوف الدقة في الالتزام بضوابط بحديث النبي، يا علي لا تلتفت. الإمام وصل شوية وقف تكلم مع النبي ولم يلتفت إليه، قال يا رسول الله على أي شيء أقاتلهم؟ يعني شنو معناها؟ معناها أنت تعطيني بنق الأهداف، وكل حملة عسكرية لها بنق أهداف، شو تريد؟ تريد أطحنهم أذروهم ذروة الريح الهشيم؟ تريد من عندهم شيء؟ قال قاتلهم على الشهادتين، فإن تشهدوا الشهادتين عصموا عنك أموالهم دماءهم كذا كذا. هذا المبدأ اللي إلى الآن ما حدا يشتغل به، يعني إلا هالطائفة الحقة إلى الآن أنت تقول له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله يقول لك لا أنت كافر مشرك. شوف أنه الإمام سلام الله عليه هو طالع من النبي وقف تكلم مع النبي ولم يلتفت إليه، لأنه بالبداية قال للرسول يا علي اذهب ولا تلتفت. هالدقة هذه، هالدقة هذه الدقة الكبيرة في الالتزام بكلام النبي صلى الله عليه وآله. وش قد إلا أعداء علي بن أبي طالب سبوه على المنابر وشتموه، ما يوم من الأيام قدر واحد يتجاسر يقول خالف النبي في مورد كذا وكذا، أبدا. فالقضية هي يعني تعليل بعد الورود مثل ما يقولون، يحاولون يلقولهم فرد شيء. القصة نقلت بطرق مختلفة، قصة ينقلها مثلا المنقولة عن مروان بن الحكم ومنقولة عن المسور بن مخرمة ما ذكر الاسم خالص، أنه النبي صلى الله عليه وآله هو محى هذا اللفظ، محى لفظ الرسالة وكتب الكتاب وانتهى الموضوع، ما يجابوا سيرة لعلي بن أبي طالب. الواقدي ينقلها بحادثة أخرى بصورة أخرى، يقول صار هرج ومرج بين يدي النبي صلى الله عليه وآله لما قال امسح من هو الرحمن من هو الرحيم اكتب باسمك اللهم، قام أصحاب النبي قالوا يكتب هذا الاسم على رغم أنفك، يقولوا للسهيل بن عامر، وما رضوا حتى ينطون، لما يا رسول الله نعطي الدنية من ديننا؟ قال لهم ما يخالف، نزل قول الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى، قال اكتب باسمك اللهم. لما وصلت النوبة هذا ما تصالح عليه محمد رسول الله وقال له احذف هذه الكلمة، يقول هاج أصحاب النبي صلى الله عليه مرة أخرى ومسكوا بيد علي عليه السلام وأخذوا عليه أن لا يكتب ذلك، والنبي تدخل ومسح. هذه الصورة نقلت بهكذا الشكل. النسائي ينقلها بصورة أخرى، النسائي يقول المشادة صارت بين الإمام علي عليه السلام وبين سهيل ابن عمرو، سهيل قال لا أمحوها يا علي، الإمام علي عليه السلام قال لا والله لا أمحوها على رغم أنفك. فالنبي صلى الله عليه وآله يعني أراد الإمام يبر بقسمه، قال علي اعطنيها أنا أمحوها ولك مثلها، قال له راح يجيك يوم وأنت مظلوم وأنت مضطهد. فعلا في قضية الحكمين اللي صارت هم نفس الشيء، معاوية قال ما يصير، عمرو بن العاص قال
علي بن أبي طالب مع معاوية بن أبي سفيان، مو أمير المؤمنين والإمام سلام الله عليه، قال هم محوها ما يخالف، ما يخالف محوها. إيش الشكل قال للنبي صلى الله عليه وآله؟ طبعا الجماعة حاولوا بكل صورة يثبتون شيء من الهفوة لأمير المؤمنين، ولكن هيات هيات، ستبقى الشمس تهزأ بالشاتمين وسيبقى القمر بعيدا عن النباح. الإمام علي عليه السلام لا يضره من شتمه ولا يضره من تحدث عنه بسوء أبدا، هو عالي بنفسه، عالي سلام الله عليه، ما يحتاج حتى تلتمس لعذر من هنا أو من هناك. بس هذا التركيز على هالمسألة لويش؟ طبعا أولا يعني حتى يحافظون على وجه معاوية، على اعتبار من الذي ظلم عليا، أما أن لك مثلها ستراه وأنت مظلوم. هو من الذي ظلم علي بن أبي طالب؟ ظلموه هواي، بس بهاي الحادثة منه؟ معاوية. فكونوا يحافظون على ما يوجه معاوية، واحد. اثنين أيضا حتى يخلون فرد خدشة بسيرة الإمام علي أنه خالف النبي، النبي قال لا اكتب، هو قال لا ما اكتب مثلا. قضية ثالثة هاي همنا نشوفها لما يجي دحلان للموضوع، يقول الحديبية كلهم خالفوا النبي إلا الخليفة الأول، فريدون يصفون هاي القضية أنه حتى علي بن أبي طالب هم خالف النبي، يردون يوصلون لها النتيجة. ولكن شاء الله عز وجل، يعني أمر الله عز وجل واضح بين، أبين من الشمس، أوضح من الشمس وأبين من الأمس. المهم القرآن الكريم نزل في هذه الحادثة يؤرخ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يشهد له بالرسالة، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، شهد فلان ما شهد فلان، رضي فلان لم يرضى فلان، تحدث عنه فلان، لأنه محاولات تسقيط شخصية النبي كانت ولا زالت موجودة، يعني بزمن النبي صلى الله عليه وآله وإلى يوم الناس هذا ومن بعده. هذول اللي إجوا، أنت تصور الحجاج ماذا يقول؟ الحجاج يقول لهم على شنو الناس رايحة الوادم تزور بقبر محمد صلى الله عليه، يقول خل تجي الطوفة بقبر عبد الملك ابن مروان، خليفة الله أفضل من رسوله. إيه نعم، وعندهم دليل يقول لك إنه شنو هذا ميت محمد بن عبد الوهاب، شنو محمد بن عبد الوهاب، يقول لهم عصايا هذه خير من محمد، محمد ميت وعصايا هاي انتفع بيها، يقول لهم محمد طارش، طارش خلص شغلته وراح بعد، فقال خلص بعد لا يضر ولا ينفع، يعني هذه مال أشهد أنك تسمع الكلام وترد الجواب وأنك حي عند الله ترزق. هاي وين تنصرف الفكر الوهابية؟ ملتفتين شلون ولا لا؟ يعني يقول له هذا ميت وهذا حي، والحي هسه منين واصلين لها؟ هاي تخطر همين حادثة مشابهة حصلت النادر شاه، نادر شاه يقولون لما اجى وزار النجف الأشرف من بعيد شاف القبة، التفت للجماعة قال لهم احنا بعد ما يصير شفنا قبة الإمام علي كون ننزل نمشي بعد، قال واحد من وزراء انت خليفة حي وهذا خليفة ميت، شنو تنزل؟ ليش تنزل؟ كأنما هو هذه القاعدة ما ادري منين جايبها، الحي افضل من الميت، نمشي. الضابطة شنو هذه الضابطة؟ قال له خلينا نتفاعل بالله بالقرآن، تفاعلوا بالقرآن، فطلعت فخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس. قال له الله أكبر، يعني هسه احنا بعد مو فقط راح نمشي، راح نمشي ونحن حفاة، هل الشاعر يقول تزاحموا تيجان الملوك ببابه ويكثر عند التلاقي ازدحامها، وإذا رأته من بعيد ترجلت وإن هي لم تفعل ترجل هامها. زين قال الكريم يخلي ايدي على الحقيقة، محمد رسول الله والذين معه، شنو مواصفاتهم هذول اللي معه؟ كل اللي معه الحفلة كلها، كل من ولد بزمن النبي، ترى هذه قضية تقديس الصحابة وإخراجهم عن الحد الطبيعي من الناس بدأت في زمن بني أمية، حتى يحاولون يوجدون مبررات لمجموعة من السلوكيات الخاطئة التي قام بها فلان وفلان، ولا ترى ما لها أصل، لأنه القرآن الكريم يوضح أكو منافقين وذولا كانوا صحابة، وأكو فاسق إن جاءكم فاسق بنبأ، هذا هم صحابي كان، فالقضية مو هالشكل على رسلها يعني. والقرآن الكريم وثق هذا الأمر بشكل بعدة من الآيات، بجملة من الآيات المباركة، لكن هل إصرار هذا حتى أنه لا يصير واحد يتكلم على الزيد، يعني منهج مو موضوعي. احنا لما نريد نتناقش، بغض النظر احنا نريد نتناقش مع اي طرف، نقول له تعال احنا غير يكون عندنا مقياس نمشي عليه، الانسان المؤمن الملتزم الواعي نحترمه، اما اللي ثبت انه سفك الدم، انتهك عرض من اعراض المسلمين،
لأنه شايف النبي ما يصير أحشي عليه، ما يصير هذا بأي ميزان، وين تنصرف هاي؟ وين تنصرف؟ زين، القرآن الكريم يقول هذول المجاهدين اللي باسمهم ارتفع الإسلام لهم صفات، هذول الذين معه أول صفاتهم شنو؟ أشداء على الكفار. وهذا أيضا ينطينا يا القرآن كميزان إخواني، خلوا في بالكم شنو هذا الميزان. يعني إذا واحد يقول أنا هسه بينه وبين النبي 1400 سنة، زين إيش بدين أنا هسه بالله هذا مثلا الصحابي زين أو هذا مو زين؟ هذا ميزان، هذا ميزان من الموازين. إذا واحد من الصحابة ما ثبت أنه قاتل بين يدي النبي ودائما أول الشاردين ودائما أول الهاربين، يعني ما مقصود، ما ممدوح بهذا المديح. هذا المديح لمن؟ هذا مديح من التزم بهذه الصفات. يعني الصحابي الذي اتصف بهذه الصفات أشداء على الكافرين، شدة صرامة غلظة في ذات الله، لا تأخذه في الله لومة لائم، شره بي. أما إذا جبانه أول الشاردين مثلا، هذا يكون من صحابة النبي الممدوحين لو من المذمومين؟ بعد هذا نص القرآن الكريم. شوفون النبي صلى الله عليه وآله يقول لما كان يسأل عن الإمام علي ما كان يقول وين علي جيبوا لعلي، يقول كان يسأل بهالطريقة، يقول أين الأخيشن في ذات الله سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. حتى هم يشهدون له، يعني واحد من الصحابة ما أريد نجيب أسماء، يقول إحنا بحرب أحد الرعبة اللي دخلت بقلوبنا منين؟ يقول لابن عباس يوم من الأيام، يقول الرعبة أنا داخلة في قلبي ما تطلع اليوم القيامة، الرعبة من عيون علي بن أبي طالب. يقول لهم، قال لي لا أن أقاتلكم خير أحب إلي من أن أقاتل هؤلاء، كفرتم. يقول مسكني جاي يجلد بي الأرض بيطرح يشطرنا نصين، يقول بعدين تركني صلب في ذات الله. فتح مكة دخل على أخته فاختة، قامت إليه قبلته شمته كذا، استمع إلى حديث همهمة قال أني أستمع إلى صوت رجال، قالت لها أولا حمواي، قالها أتجيرين على رسول الله؟ أبا ألا أن اقتادهم وأخرجهم. راحت ركضت للنبي صلى الله عليه وآله، تقول أول ما استقبلتني فاطمة كانت أشد علي من زوجها، بعدين النبي قال لقد أجرنا من أجرت يا فاختة. سليمان سلام الله عليه وين تنصرف عندها هاي؟ أخته مو أخته، نتيجة تجيرين على رسول الله، ما يصير، ماكو واسطة، ما تمشي واسطة عنده. ومار عليكم أنتم السيجين إن شاء الله بليالي الإمام، هذا النمط العالي من العدل الذي تتوق له النفوس. الله أكبر، اللي يجي عقيل على صاع من الشعير يحميل حديدة، فكويته بها فأخذ يئن أنين ذي دنف من ألمها، فقلت له يا عقيل أتئن من نار سجرها إنسانها حمها إنسانها للعبه، وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه؟ ويحلف الإمام يقول والله لو أعطيت الأقاليم السبع بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعير ما صنعت، ما لعلي ولذة لا تبقى، نعوذ بالله من سبات العقل وقبح الزلل، وبه نستعين. هذا منهجه سلام الله عليه. إذن أشداء على الكفار لما يدخل إلى ساحة المعركة لا تأخذه في الله لومة لائم، صلب، ربطوا القلوب على الدروع وأقبلوا يتهافتون، الله 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 على ذهاب الأنفس. هذه من أبرز صفات المجاهد، عند مقاومة، عند اندفاع للقتال في سبيل الله، قلبه كليث هصور، لا يرتعد، لا يخاف، لا يتراجع. ورغم هذه الشدة والقوة في مواجهة الأعداء يتصفون بصفات أخرى فيما بينهم، أشداء على الكفار هذول المجاهدين، بعد رحماء بينهم يتراحمون فيما بينهم، الإيثار من أهم سماتهم. واحد يقول ريحة الأحد من أولاد عمي بالحرب بزمن النبي، يقول أدركت بالرمق الأخير عطشان، قلت له أسقيك ماي؟ قال له لا، روح هذا اللي إلى جاء النبي لعله أشد بحاجة إلى العطش، حاجة إلى الماء أكثر مني. يقول رحت لهذا اللي أجانبه، قال لي شوف هذا اللي إلى جانبي. يقول رحت للثالث وجدته قد استشهد، جيت للثاني وجدته قد استشهد، رجعت إلى ابن عمي وجدته قد استشهد. حالة الإيثار عندهم، حالة الوحدة، يعني يجمعهم عنوان واحد. إحنا الآن يجمعنا كم عنوان يجمعنا؟
تجمعنا الولاية لمحمد وآل محمد. بعد ما يصير أقول هذا ينتمي للجهة السياسية الفلانية، ما أكون أشد أزرة، ما أكون أأمل ظهره مثلا، أو هذا ينتمي للحزب الفلاني، أو هذا مدعوم من الجهة الفلانية، أو هذا يمثل المجتهد الفلاني أو الرأي الفلاني أو كذا. يعني إحنا يفترض نكون وحدة واحدة كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. وهذا طبعا من توصيات الإمام المهدي عليه السلام. الإمام المهدي يقول: ولو أن أشياعنا كانوا على اجتماع من القلوب لتعجل لهم اليمن بلقائنا، فما يحبسنا عنهم إلا ما يصل إلينا مما نكرهه ولا نؤثره عنهم. يعني الإمام يقول توحدوا، نبذوا الخلافات هذا اللي بيناتكم، ما يصير تفرقكم السياسة وتفرقكم الأحزاب، اتحدوا واجتمعوا تحت خيمة واحدة، وهي خيمة لا إله إلا الله، وهي خيمة الرسالة لمحمد صلى الله عليه وآله ولأهل بيته الأطهار. هذا يفترض اللي يجمعنا رحماء بينهم، وهذه الرحمة أيضا تكسبهم صفات أخرى. رغم انشغالهم بالجهاد ورغم شدتهم في مواجهة الأعداء، بس ينشغلون عن وقت الصلاة؟ أبدا، تراهم ركعا سجدا. شوية التفتوا لي لهذه المفردة. أولا إخواني، الصلاة هي عمود الدين، من أقامها أقام الدين، من تركها هدم الدين. هي آخر وصية الأئمة. حميدة تقول بآخر لحظات الإمام الصادق عليه السلام جمعنا، صح، الصلاة الصلاة الصلاة، لا تنال شفاعتنا من استخف بصلاته. كثرة الركوع والسجود إلها قيمة تقرب من الله عز وجل. خصوصية السجود، تراهم ركعا سجدا. يجي واحد الإمام يقول له أنا أدعو الله عز وجل بالركوع لو بالسجود، يقول له أسأل الله عز وجل في السجود إنه أقرب ما يكون العبد فيه إلى الله وهو ساجد. أقرب ما يكون العبد. يجون جماعة للنبي: يا رسول الله إحنا عشقنا الجنة، القرآن الكريم يتكلم عن الجنة وصفات الجنة، ادعونا الله يرزقنا الجنة. قال: سأدعو لكم ولكن أعينوني بطول السجود. مو هذه المفردة هي مفردة سلوكية أخلاقية لها علاقة بعلاقتنا بالله عز وجل، وهذه الروايات ناقشتها من جهة الكم ومن جهة الكيف. خلي بالك عندي شوية، وإحنا في ليالي شهر رمضان، وهذا الكلام مو فقط للمجاهدين، لنا جميعا إخواني الأعزاء. من جهة الكم بخصوص السجود، هم مرة نتحدث عن العدد ومرة نتحدث عن طول الفترة، الروايات ناقشت كل هذه المسائل. يعني الإمام الباقر يتحدث عن أبيه، وهذه هي سيرة أئمتنا، أن الإمام سلام الله عليه ما وفق لقضاء حاجة إلا وسجد لله شكرا، ما فرغ من فريضة إلا وسجد لله عز وجل، ما وفق للإصلاح بين اثنين إلا وسجد لله عز وجل، ما تذكر نعمة لله إلا وسجد لله عز وجل. وطبعا السجود مو شرطهم يكون إلا أمامك تربة وكذا تسجد لها، حتى النوافل تقدر تصليها وأنت تمشي، والسجود والركوع تسوي إيماء في رقبتك، يصير في مشكلة. أنا شايف عادة كلش طيبة عند بعض المؤمنين في دعاء كميل، في دعاء كميل لما يجي فقرة السجود: أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة، المؤمنين يسجدون ويظلون ساجدين إلى أن يصل القارئ لهذه: فنصبت إليك وجهي، يرفع رأسه ينصب وجهه، فتحالة كلش لطيفة. هذه تصير سنة طيبة، السجود لله سجود مطلوب، وفي تكراره وفي تكثاره هذه هي سنة أهل البيت سلام الله عليهم. طول الفترة أيضا، الإمام سلام الله عليه يقول: ما من عبد أطال السجود لله عز وجل بعيدا عن أنظار الناس إلا صرخ الشيطان وقال: واغوثاه واويلاه، لقد سجد وأبيت وأطاع وعصيت. لأن هو اللعين أمر بالسجود وما سجد. أشد حالة، شوف الطول السجود الإمام السجاد كان إذا سجد لا يرفع رأسه حتى يرفض عرقا، حتى عرق يسيل يلا بعدين يشيل رأسه ويطير. هسه قد واحد يقول: هذول أئمة أنت جاي تقول أن الأئمة سلام الله عليهم؟ طبعا
لا، هذه هي سيرة الصالحين. يعني الفضل ابن شاذان يقول لما دخلت للعراق سمعت اثنين يتحاشون ويا بعضهم البعض، واحد يقول له أنت ليش تطول بسجودك هالقد؟ ألا تخشى على عينيك؟ ألا تخشى على صحتك؟ ألا تخشى على عافيتك؟ ما في داعي، خاف عيونك تعمى، ناس بسطاء. يقول لي ذاك يجاوبه، يقول له ليش هذا يؤدي إلى عمل عين؟ القضية لو تؤدي إلى هذه الحالة لكان الأحرى بالعمى بن أبي عمير. يقول رحت لابن أبي عمير، دخلت عليه لقيته ساجد وأطال في السجود، لما رفع رأسه سألت عن سجوده، قال كيف بك لو نظرت إلى جميل ابن دراج؟ لقد دخلت على جميل ابن دراج فرأيته ساجدا وقد أطال في سجوده، فلما رفع رأسه سألته عن ذلك، قال أين أنا عن سجود معروف ابن خربوز؟ هذول من أصحاب الأئمة عليهم السلام. الحسن بن فضال كان يطلع يسجد عند الجبال، تجي الطير تألفه لطول سجوده، الوحوش تألفه لطول سجوده. الحسن بن فضال طبعا هو من البداية كان فطحية، بعدين رجع وقطع بإمامة الإمام الرضا عليه السلام وهو ثقة. زين، وهكذا يعني علي بن مهزيار وهو من وجوه أصحاب الأئمة سلام الله عليهم، كان يسجد السجدة ما يرفع رأسه إلا يدعو لألف من إخوانه المؤمنين. يعني هذا من جهة الكم، سواء كان بالعدد والتكرار أو من حيث المدة. أما من جهة الكيف، همنا ما يفيد أنه أنت ساجد وقلبك ساهي، ساجد وقلبك يسولف في مكان ثاني. هم إلى معنى السجود الجسماني، إلى معنى السجود النفساني، إلى معنى. يسأل الإمام علي عليه السلام عن السجود الجسماني، يقول هو إلقاء عواتق القلوب، عواتق الوجوه إلى التراب، والسجود على الأرض بالكفين والركبتين والإبهامين مع خشوع القلب وإخلاص النية. هذا السجود الجسماني. شنو السجود الروحاني؟ يقول السجود الروحاني هو إفراغ القلب عن الفانيات وإلقاء الهمة، الإقبال بالهمة على الباقيات، والتخلي عن الكبر والحمية. تخلي عن الكبر، مو متكبر وتسجد، هذا السجود هو قمة التواضع. التخلي عن الكبر والحمية وقطع العلائق الدنيوية والتحلي بالأخلاق النبوية، كل هذا كنت جمعه الله يصير عندك سجود روحاني. ولذلك أنت تعرف معنى كلام الإمام الصادق عليه السلام، يقول ما خسر والله من أتى بحقيقة السجود ولو كان لمرة واحدة في العمر. يقصد بهذا السجود، هذه حقيقة السجود، لو مرة واحدة واحد يحقق هذه المعاني ويسجد بين يدي الله عز وجل. زين، تراهم ركعا سجدا، وهذولا لما يسجدون ولما يصلون، وحتى الوادم تقول عليهم يعرفون يصلون ويسجدون، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هذولا مخلصين، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هسا السيماء شنو؟ هل هو نور الوجه؟ عندنا روايات يسأل الإمام لماذا نرى المتهجدين بالليل من أحسن الناس وجها؟ قال لأنهم خلوا بربهم فكساهم الله من نوره. يقولون السيماء هو نور يلقى على وجه المؤمن المصلي الساجد. بعضهم يقول رواية عن الإمام علي عليه السلام يقول إني لأكره للرجل أن ترى جبهته جلحة ليس عليها شيء من أثر السجود، على اعتبار الإنسان المؤمن لما يباشر السجود على التراب، الجبهة شنو؟ الجبهة هي جلد، مرة تكون الجبهة مثلا البشرة الذهنية تتأثر، يصير أثر، مو يعني واحد يجي يأثر بالسجود حتى يطلع هذا الأثر. التفتوا جيدا، النبي يقول يوم من الأيام شاف لواحد حاك قصته بقوة بالقاع، حاك الشكل حتى يصير لأثر للسجود. مو القضية مو هالشكل، مو الحكاية مو هنا، هذا يصير رياء. التفت للنبي صلى الله عليه وآله قال له تعال، ايش دعوه انت؟ يعني نظر الى جبهته وقد دبرت، يعني شوهت، يعني جبهته مدمايه مشوهه، مو اثر طبيعي، يعني مال واحد مراص على نفسه بقوه. قال تعال، من يخادع الله يخدعه الله، لو جافيت بجبهتك قليلا من الارض ولا تشوه خلقك. قضيه مو هالشكل،
يعني واحد نتيجة طبيعية لممارسة لمباشرة الجبهة على الأرض تطلع هاي القضية. وأحيانا لا، أحيانا جبهة ما تكون ذهنية، صلي واحد 20-30 سنة وما يصير لها الشكل، ونوره يسعى بين يديه، هذا هو على الرأي الأول يعني. وعلى هذا الأساس هذول لهم سمات، هذول هم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، الثلة الطيبة من المجاهدين. تتلمس هاي الصفات بأصحاب علي عليه السلام، تتلمس هذه الصفات بأصحاب الحسن، بأصحاب الحسين سلام الله عليه. أصحاب الحسين ديك الليلة، ليلة عاشوراء، يقول بات ولهم دويك دوي النحل بين قائم وقاعد وراكع وساجد. الصلاة الصلاة، أبو ثمام الصاعد بنص لهواتها يقول له أبا عبد الله قد حان وقت الصلاة. أخواني هاي دروس للمجاهدين، حان وقت الصلاة، يقول له ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين الذاكرين. الله، ويصلون هذيك الصلاة والسماء والسهام تتكسر بين أيديهم، يقومون يصلون بين يدي الله تعالى. أصحاب الحسين هالنمط هذا العالي من الناس. هسه طبعا أكو فرد مفردة مهمة، واحد يقول الحسين مارس عمليتين متناقضتين، شنو هي؟ يقول أشو مرة الحسين يقول الأصحاب هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، يلح عليهم القوم يطلبونني ولو ظفروا بي لذهلوا عن غيري، احنا ما جايين نسقط نظام، ما راح تحصلون على مواقع، ما راح تحصلون على فلوس، اللي يريد يروح احنا جايين نقتل. وهواي ناس تركوا الحسين على هالدعاية هذه، راحوا فعلا بالوقت اللي الحسين ينطئ اذن، بالوقت اللي يصيح امام الناصر ينصرنا، امام مغيث يغيثنا. طيب هذا شنو هذا متناقض؟ مرة الحسين يطلب الانصار ومرة يقول لهم روحوا. لا، هو في الواقع متناقض. الحسين قطعا يريد أن تتوسع دائرة المواجهة مع الأعداء، لكن بنفس الوقت الحسين ما يريد أصحاب كيفما اتفق شلون ما كان، ما يمشي الحال الشكل عنده. ولذلك من جهة كان يطي ترخيص، من جهة كان يستنصر، بل كت يجون جماعة أهل للوقوف بوجه الباطل، لأن هاي الدماء لها أثرها. ولذلك يقول المؤرخون أن هذا الأمر الحسين عرضه على جميع أصحابه حتى على العباس عليه السلام. نعم، ذيك الليلة قال له أخي أبا الفاضل أنت في حل من بيعتي، اذهب أنت مع إخوتك، القوم يطلبونني أخي ولو ظفروا بي لذهلوا عن غيري. يقولون العباس اختنق بعبرته، قال له إحنا نروح ونعوفك أبو علي، إحنا الحياة شنو طعمتها بعد وجودك يا حسين، نذهب لنبقى بعدك، قبح الله العيش بعدك أبا عبد الله. الحسين سلام الله عليه اطأهم ترخيص، وهذا طبعا الكلام أنقلك يوجع لك قلبك مو هالشكل، لعله الحسين اطه الترخيص لما نادى شمر، لعنة الله على شمر، أين ابن أختنا العباس؟ وين يطلع العباس؟ كذا، وطلع على العباس وصار نقاش، قال له يا ابن أختي هذا الجيش ما اجتمع إلا لحرب الحسين، فتعال معنا ولك قيادة الجيش. غضب أبو الفضل، قال والله ما خلقني الله لنصرتك ولا لنصرة ابن سعد، وإنما خلقني لنصرة هذا الغريب المنحني، إذا شئت الشهادة والسعادة تعال معنا. فغضب شمر ورجع، والعباس أيضا رجع، لعله هنا خيره، قال له أخي أبو الفضل أنت، ولكن هيهات هيهات. يقول له يا ابو فاضل بخوتك قوض وشيل. احد الشعراء يوصف حواريتين، حواريه بين الحسين والعباس، وحواريه بين العباس وبين زينب ذيك الليله، شويه وياي بهالابيات بل كتنحصل ان نظره من الامام. يقول له يا ابو فاضل، يا ابو فاضل بخوتك قوض وشيل، ولا تركون بهالفضا والقوم، والخيال رحلوا بسلامتكم قبل ما ينقض الليل، والله أمكم غريبة ودوركم ظلت خلية. أبا عبد الله، في أنفسنا لنفسك الفداء، أرواحنا لروحك الوقى. إيه، لكن يقولون لما رجع استوقفت زينب، سمعت الحوار بينه وبين شمر، قالت له أخي أبا الفضل، أخي عباس، وقف عندها العباس. إيه بهالأبيات تقول لي أريد أذكرك بعهد، عهد بعهد معهود،
أخذ من أبيك. نعم هذا العهد أخذ عليك منذ عالم الذر. تقل له يا عباس يا عباس رأي ضلع لهونك اشعدهم عداكم يندهونك وبمرة الجيش يواعدونك. أخويا أنا لوني تغير وحق لونك. يقلها يا زيال بجيف تضلين روحا وعوف عضيد الحسين. وعلاج لا تنجلب صوينا نردها بشمال دون اليمين. وكفو وبدي رقبت دون الحسين. ذكرته اذ قل سولف لك يا ابو فاضل عادك ليش راد امك او عن طيبه لسب حره ابونا من شد عمك. والله انت غايت منه ولا نايب ضمك. اخوك ابوك المثل هذا اليوم ضمك ضخور يا جيدوم. هاي الخيل هاي القوم هذه كربلاء وعودك وصيت هاي ساعته اغتاب وقال يا زينب شنو الخيل وتهمك. وكفو يا ابو فاضل والله خونش وصار بيده وفن ليقحم خيرميش. انتم سامعين هذا القسم لكن هذا القسم والله يقرح الفؤاد. يقلها اخويا اخويا وحق الحسن يا زينب وشبده وكسر ضلع عميش. والله لخلي جموعها طشيار وخلي النايحة بكل دار وخلي كربلة تذكار وخلي الناس جيل الجيل ما ينسون عملته. وكف ابو فاضل ما قصر. اصبح ذلك الصباح الحسين كان له تعقيب الخاص ان الله قد اذن في قتلكم وقتلي في مثل هذا اليوم. وتعقيب الظهر شكان يا كرام هذه الجنة قد فتحت أبوابها اتصلت أنهارها وهذا رسول الله والشهداء الذين قتلوا معه يستبشرون بقدومكم. فحاموا عن حرم الله وعن حرم رسول الله. المؤرخون يقولون هذا كفر الصورة يلقطها الشاعر هواي حزينة. يقول العباسي هواي طلع للقتال طلع ورجع وطلع ورجع. ومر الحسين استنجد نعم في استنقاذ مجموعة من أصحابه وطلع لهم ورجع. يقول الطلعة الأخيرة ما سابق يعني إنه شاف زينب وودعها قبل لا يطلع. يقول رجع شاف الصبية ينادون العطش العطش عم عباس. زينب ما كانت موجودة بخيمة ثانية. أخذ القربة وطلع. إجا زينب تركض لما سمعت الناس يقولون إجا العباس طلع العباس لأن قلب الميمنة على الميسرة. إجا زينب تركض سألت وين راح العباس قالوا لها طلع العباس. الله أنت ارسم الصورة بذهنك. زينب وعرفت العباس طلعوا يمكن هاي الطلعة الأخيرة. يقول وقفة تتباوع طول العباس. شوف اللواء يروح يمين يروح شمال يروح للمشرعة وهي واقفة تباوع له. يقول صارت تمتم بينها وبين نفسها تقول ارجع ما يريد ماي ارجع ما يريد ماي قامن بالخيم يبكي. والله سالم 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 ترد يا عباس والله بشوفتك يروي. أخويا يخاف أن بعد ما ترجع غرايب عقبك يظل يا أخويا والأخوي الراد من تروح ما يرضي.
خواتك خواتك تدري بين الزين إذا تتأخري عتبن حقهن يا قمر هاشم وين تعون والمن أخويا إجايل من للمدينة وياك شاويا من الدين السمع زيان أبورك ضأت وكل العائلة التمن قالت يا هرادة ماي يا هل حجت من عجان من شفت ان راد جود شاب جود شلبت والله من شفت ان راد يروح شاب جفوف شلبت راح العباس الله اكبر زينب تشوف اللواء الان سقط اللواء وعباس طلعت له زينب لو ما طلعت له بعض المؤرخين يقولون راحت زينب طلعت له تقول له راح اريد للخيم وعت راح اردا واعتذر عليك يا شفيل ولو خلوا ما يطاوعن الدليل ابو فاضل شلون اذا يجينا الليل والله شلون بلش وين لو اقبل الليل عقب ايك من يتوزم ويحميني ابو فاضل اذا اجى الليل انا الليله بحمايه منو وين اروح الله اكبر قلب زينب على العباس وقلبها ما برد على العباس أنقول لك حادثة حصلت هاي قبل فترة ينقلون لي يقولون واحد من أهل كربلاء يقول راح زيارة زينب عليها السلام ختام أسألكم الدعاء يقول راح زيارة زينب إيش ماخذ لها وياه يقول ماخذ لها ماي من قبر العباس سلام الله عليه قالها سيدة الناس تنذر انذور كذا أنا فقير ما عندي بس أنا جايب لك ماي من قبر أخوش العباس أريد أرش على قبرك بلكت يورد قلبش على أخوتك الله زينب علاقتها قوية بالعباس تقول أنا قلت أنا قلت بيك استجنت لحياتي مرحوم عبرتك والله أنا قلت أنا قلت بيك استجنت لحياتي يمدللني ومدلل خواتي ويا حرمة بغيرتك لاذت يا غاتي يا عصابتي وستري وعباتي تقول لي يا عباس الله شنو لمشي ايدك سهم النبت بالعين لو قصت ايدك يقل هلا سهم عيل مشيد لا قص يميني سبيش يا زينب زاد هم ونيني والله ولا عين ولا عين صار خريد للعباس والله خدش المايتش الغوجي ولا والله وانتج الوانتج حنن ضلوعي أويلي أروح فدوى لضلوعك أبو فاضل والله الوانتج حنن ضلوعي ولا والله لا يسرى ولا يمنى والله لا يسرى ولا يمنى ولا والله لا يسرى ولا يمنى ولا عين وكلف يم الخدر عتبش علي اي والله وكلف يم الخدر عتبش اي ايش على يا ابا الفضل
الفضل يا من أسس الفضل والإباء. يا الله أمن يجيب يا الله يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله. اكشف السوء والبلاء عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة يا الله. اللهم اجعل هذا البلد آمنا. اللهم اجعل العراق بلدا آمنا. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. اللهم كن صلواتك عليه في هذه ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طوي برحمتك يا أرحم الراحمين. يا هلالا غائبا عن كل عين يا ضياء باديا في الخافقين قوم ونادي قوم ونادي ندبة ندبة قم ونادي يا لثارات. اللهم اجعلنا من الآخذين بثأر الحسين يا الله مع وليك المنصور المؤيد الحجة من آل محمد. إخوان الآن ندعو للمجاهدين. اللهم ثبت أقدام المجاهدين. اللهم اربط على قلوب المجاهدين. اللهم سدد رمي المجاهدين. اللهم عليك بالظالمين فرقهم مزقهم اجعلهم طرائق قددا سلط عليهم سيف انتقامك يا جبار يا جبار. اللهم سدد وأيد علماءنا العاملين في مشارق الأرض ومغاربها لا سيما الحاضرين المؤسسون. تقبل عملهم بخير قبولك. ارحم اللهم أمواتهم الحاضرون. احفظهم فردا فردا. من كان فيهم طالب حاجة اقضي اللهم حاجته. سلوا حوائجكم. اخواني احد خدام الزهراء في منطقة جبيل في لبنان يحتاج لدعائكم. ادعوا له بالتوفيق. من كان عنده مريض شافي اللهم مريضة لا سيما المعينين لا سيما المنظورين لشرف النبي المصطفى وآله ولأرواح المؤمنين والمؤمنات جميعا. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
الفاتحة مع الصلوات.